انا الدكتور سامح مصطفى استاذ مساعد جراحه الاوعيه الدمويه بكليه الطب جامعه اسكندريه. هو النهارده الحقيقه انا جاي اتكلم معاكم بخصوص الفاسكولار تكنيكس. هو الحقيقه الفاسكولار تكنيكس تو تريت ديزيزز اوف ذا ارتريز اور ذا فينز اتس كومبليتلي فاريبل. والحقيقه الفاريابيليتي دي نتيجه للادفانسز اوف تكنولوجيز اللي احنا بنتمتع بيها دلوقتي. فانا عندي الحقيقه في كل ديزيز كاتيجوري من الفاسكولار سيرجري برانشز او الفاسكولار سيرجري انتيتيز عندي اوبشنز اوف تريتمنت. الاوبشنز ديت انكلودز اوبن سيرجري اند اندوفاسكولار بروسيجرز. والحقيقه ان استخدامي لاي منهم بيتوقف على عده عوامل. فمثلا لو خدنا الكرونيك لوور ليمب ارتيريال اوكلوسيف ديزيز as an example, في الحالات ديت التريتمنت اوبشنز بتاعتي يا اما اوبن سيرجري ان انا بفتح العيان بعمل له عمليه, او ان انا بعمل له قسطره اندوفاسكولار بروسيجر. الاندوفاسكولار بروسيجر ديت بتبدا من الدياجنوستيك انجيوغرافي علشان اقدر احصل على رود مابينج اوف ذا ارتيريال تري اوف ذا بيشنت, و I complete this by intent to treat. التريتمنت بتاعي ان انا الاول بصور وبشوف الليجن اللي موجود ايه وببتدي اتعامل معاه either by balloon dilatation only or by stenting او التو تكنيكس مع بعض. الجزئيه الثالثه او الاوبشن الثالث اللي emerging في الفتره الاخيره والحقيقه بنعتمد عليه واصبح تول مهمه جدا جدا بالنسبه للتريتمنت اوبشنز بتاعنا او الارمنتاريوم اوف تريتمنت اوف فاسكولار ديزيزز, وهو الهايبريد تكنيك او التكنيك الهجين. وده عباره عن اني انا بعالج الارتيريال ليجن بجزء جراحي باوبن سيرجري, والجزء الجراحي ده بيبقى كومبايند مع جزء قسطره او بالون دايليتيشن او ستنتنج ومع بعض في نفس السيشن. في جزء بيتعمل كده وجزء بيتعمل كده. طب ده سببه ايه؟ سببه ان الحقيقه ان اختياري للتريتمنت مانوفر اللي انا هعملها للبيشنت بتاعي فور ريفاسكولاريزيشن ده بيتوقف على عده عوامل, اهمها اناتومي اوف ذا ليجن. الارتيريال ليجن بتاعي ده شكله ايه؟ التشريح بتاعه ايه؟ هل هو complete occlusion ولا هو stenotic lesion؟ هل الـ arterial occlusive disease دوت it's of a short segment ولا of a long segment؟ هل هو partially occluding the artery ولا هو total occlusion of the artery؟ فده بنسميه anatomy of the lesion. والanatomy of the lesion ده الحقيقة فيه classification مهم جدا جدا بالنسبة لنا كفاسكولار سيرجن اللي هو الترانس اتلانتيك انتر سوسايتي كونسنسس كلاسيفيكيشن تو تريت ذا بريفيرال ارتيريال ديزيز, بنسميه تاسك 2 كلاسيفيكيشن. تاسك 2 كلاسيفيكيشن الحقيقه له موديفيكيشن فيما بعد. ده بيصنف لي الاناتومي اوف ذا ارتيريال ليجن انتو 4 كاتيجوريز A, B, C and D. والستاتستيكال اناليسيز بتاعت الستاديز اللي اتعملت على الكلام ده بتقول ان كل ما كان الليجن A او B كان الاندوفاسكولار بروسيجر ريزلتس فيهم احسن, وكل ما كان C او D كان الاوبن سيرجيكال تكنيكس فيهم افضل. الحقيقه الاناتومي اوف ذا ليجن ما هوش الفاكتور الوحيد اللي انا بعتمد عليه, لان احيان كتير الاناتومي اوف ذا ليجن دوت بيقول لي والله البيشنت بتاعك ده ما ينفعلوش اندوفاسكولار مانوفر, لكن ينفع يتعمل له اوبن سيرجيكال تكنيك. الاوبن سيرجيكال تكنيكس دوت either endarterectomy, bypass surgery, whatever التكنيك اللي انت هتعمله, لكن الليجن بتاعك ده ما يعني الافضل من ناحيه الاناتومي اوف ذا ليجن ان ده يتعمل له اوبن سيرجري. ولكن البيشنت كوموربيديتيز, مشاكل المريض ومشاكل الحاله العامه, حاله القلب وحاله الضغط والسكر وحاله الدوره الشريانيه الدماغيه, في فاكتورز ثانيه بنسميها patient comorbidities. قد يكون هذا المريض is not fit for anesthesia فما اقدرش اديله تخدير وما اقدرش ان انا اعمل له open surgery عمليه 3-4 ساعات. عنده مشاكل كلوكال انفكشن ما اقدرش ان انا اتدخل جراحيا واحط له مثلا شريان صناعي اعمل له ارتفيشال جرافتنج اوف ذا ارتري في مكان فيه انفكشن.
فالحقيقة إن الـ two factors دولت الـ anatomy of the lesion and the patient comorbidities الـ two factors دولت بنعمل لهم combination مع بعض وبنبتدي نفصل وي تيلر a treatment option for every single patient كل عيان لي عندنا بنفصل له علاج مخصوص يتناسب معاه العلاج ده قد يكون open surgery بس قد يكون endovascular maneuver قد يكون hybrid technique اللي هو combination of both فزي ما احنا شايفين ان تفاصيل المسائل ديت هي تفاصيل كتير جدا فمثلا لو هنتكلم على الopen surgical technique ف I have many open surgical techniques زي مثلا هنبتدي بالشورت ليجنز اللي موجودة او الاستيناتيك ليجنز اللي موجودة زي الاند ارتريكتومي ان انا بقدر اشيل الكرونيك ثرومبس او الاوكلوسيف ليجن بجزء من التيونيكا انتما وجزء من التيونيكا بالتيونيكا انتما كلها اسف وبجزء من التيونيكا ميديا وبقدر بعد كده اعمل ريبورينج اوف ذا ارتري لكن لازم انا ليميتد هنا بان الارتيريال ليجن هنا لازم يكون شورت سيجمنت ما يزيدش عن 5 سنتي والا هيحصل له ري اوكلوجن وطبعا بقى في الارتريوتومي بتاعي اللونجيتيودنال ده بباتش الباتش دي ممكن تبقى فين باتش او ممكن تكون سينثيتك باتش علشان افويد الستينوزس اوف ذا ارتري وين اي كلوز ات الحقيقه ان الكرايتيريا بتاعت الليجنز بتاعت الارتيريال ليجنز اللي ممكن تتعالج بالمانوفر دي هي نفس الكرايتيريا اوف ارتيريال ليجنز اللي هي سوتابل فور اندوفاسكولار بالون دايلاتيشن اند ستنتنج لكن في بعض الاماكن ستيل لغايه النهارده الاستاتستيكال اناليسز لكل الانترناشونال ستاديز اللي اتعملت بتقول ان الاند ارتريكتومي فيها افضل اخص بالذكر الكاروتيد اند ارتريكتومي تيل ناو لغايه اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها دي كاروتيد اند ارتريكتومي از ا جولد ستاندرد تريتمنت لسبب بسيط جدا ان الستروك ريسك والمورتاليتي ريسك والديورابيليتي اقل بكتير من الكاروتيد ارتري ستنتنج والديورابيليتي بتاعتهم افضل كتير فلو فرضنا ان انا عندي ارتيريال ليجن لونج او توتالي اوكلودنج ذا ارتري بنبتدي نريزورت للجرافتنج الجرافتنج ده انا بعمل كوبري باي باس سيرجري فروم ذا انفلو اباف ذا اوكلوجن تو ذا اوت فلو ران اوف بيلو ذا ليفل اوف اوكلوجن بستخدم كوندوي او شريان شريان ده كان قد يكون وريد من رجل العيان انا بعمله هارفستنج زي الريفرس فين جرافت سبيشالي ذا لونج سافينس فين او ان انا بحط سينثيتك ماتيريال زي البوليتيترا فلورو ايثيلين اللي هو الشهير بالتافلون او الداكرون جرافت وات ايفر النوع ايه انما انا بقدر اعمل باي باس جرافت نيجي للجزئيه الثانيه سمبلي كده الاي اي الاندوفاسكولار مانوفر ان انا عندي ليجن ليجن ده بيكون اوكلوسيف ايذر ستيناتيك ليجن او يكون اوكلوسيف ليجن كل في سمبل رولز الرولز ديت او القواعد بتاعتنا ان انا ايمج ذا بيشنت تو تيك ا رود ماب اوف ذا ارتري نو وير از ذا انفلو اند ذا اوت فلو اند وات از ذا سايز اند نيتشر اوف ذا اوكلوجن I try to pass the lesion with a wire. Then after passage of the wire, ده جزء كبير من السكسس بتاع البروسيجر بتاعتي. I pass a balloon, balloon dilatation, or I put a stent, or I do both. ده simply كده ال endovascular maneuver. ال hybrid technique هو combination من الاثنين. جزء بيتعمل بopen surgery, end arterectomy أو bypass surgery. وعلشان أحسن ال patency بتاعتي يا اما ان انا في عندي مشكله في الانفلو بعمل لها اندوفاسكولار مانوفر بالون دايليتيشن او ستنتنج او بعمل بالون دايليتيشن للديستال ران اوف فيسلز تو امبروف ذا اوت فلو اوف ذا ارتري الحقيقه التفاصيل كتير وكل بيشنت بنبتدي ان احنا نفصل له التريتمنت المناسب ليه اكوردنج تو هيز سيتويشن ده فيما يخص الريفاسكولاريزيشن بروسيجر طيب هل كل البيشنتس اوف كرونيك ارتيريال ديزيز بيتعمل لهم ريفاسكولايزيشن؟ الحقيقه لا هو ريفاسكولايزيشن انديكيتد فقط في ثلاث حالات ديسابلينج كلوديكيشن ويتش انترفيرز وذ ذا لايف اكتيفيتي اوف ذا بيشنت دي نمره واحد نمره اثنين اسكيميك راست بين نمره ثلاثه اسكيميك تيشو لوس اند اور جانجرين ابارت من ده
المفروض ان البيشنت بتاعي هيبقى التريتمنت اوبشن بتاعه كونسرفاتيف. طب هل الكونسرفاتيف، السؤال الثاني، هل الكونسرفاتيف ده ابلايد للبيشنتس اللي مش هيعملوا عمليات بس؟ لا، الحقيقه الكونسرفاتيف تريتمنت ده ابلايد لكل البيشنت، سواء اللي هيعملوا ريفاسكولايزيشن بروسيجر اللي هم الثلاثه انديكيشن اللي قلناهم، او اللي مش هيعملوا اللي هم ما عندهمش ديسيبلين كلوديكيشن، هم عندهم كلوديكيشن بس it does not interfere with their daily life activities. فالحقيقه الكونسرفاتيف تريتمنت ابلايد على دول وعلى دول. والكونسرفاتيف تريتمنت الحقيقه من العوامل المهمه جدا 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 ان انا اكونترول الريسك فاكتورز زي الدايابيتس ميليتس، هايبرتنشن، ديسليبيديميا اند سيجرت سموكينج، ودول اهم حاجه. ويليهم بعد كده الووكينج اكسرسايز بروجرام، يليهم بعد كده الفازو اكتيف دراجز، والحقيقه الرول بتاعهم هو اقل اهميه من اهميه الكنترول اوف ذيس ريسك فاكتورز. Thank you very much for your attention and wishing you all the best in your career. Thank you.